رانديفو تاني مع العلم والثقافه مع دكتور وليد مبيض. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. حضرتك عميد القبول والتسجيل بجامعه البلماند اربيت. بلشنا تسجيل اليوم. اليوم فتحنا ابواب التسجيل للطلاب الجداد. اوكي. اللي انقبلوا بجامعه البلماند للسنه الاكاديميه 2015-2016. نعم. والتسجيل الطلاب الجدد بيتم بالكامبس اللي هن نقوه. نحن في عندنا الحرم الرئيسي بالكوره. في حرم الجامعة ببينو بعكار، هنيك منعلم بكلية عصام فرصة تكنولوجيا. عندنا حرم الجامعة بسن الفيل، الأكاديمية اللبنية للفنون الجميلة القلبة اللي هي كلية من كليات جامعة البلماند. كمان في عندنا تسجيل بحرم الجامعة بالأشرفية. القلبة يعني الرعب للكل. لا القلبة هي الفنون، هي من يعني الطالب بيقول أنا فيت على القلبة. سوق العمل بعد ما يتخرج الطالب مأمن 100% طبعاً لأنه من أصعب الجامعات دكتور، معروفة من أقدم يعني. هي من أول الجامعات في لبنان يعني. هي أول الجامعات الوطنية، تأسست 1937 وانضمت إلى جامعة البلماند 1988. هلأ عندنا حرم الجامعة بالأشرفية كمان بمجمع القضية جواجز الطبي، في عندنا كلية الصحة العامة، وفي عندنا كلية طب العلوم الطبية وكلية الاختصاصات الطبية. واخر حرم جديد للجامعه البلماند بلشنا نعلم فيه السنه الماضيه هو حرم الجامعه بسوق الغرب. علمنا السنه الماضيه وهذه السنه نحن بنكون السنه الثانيه بسوق الغرب. وطبعا مثل كل سنه في تجدد وكل سنه في اختصاصات جديده، السنه عندنا كمان اختصاصات جديده على الموعد، باي مجالات؟ نحن السنه اطلقنا ثلاث اختصاصات جديده بحرم الجامعه بسوق الغرب. طبعا يعني فوق المباني عم تتعمر، كله عم يطلع جديد، كل سنه بنحاول نضيف بعض الاختصاصات حسب دراسه الجدوى اللي عملناها من حوالي 4 سنوات. نعم. بناء على هالدراسه هيدي ورغبه الطلاب، السنه نحن حنبلش بسوق الغرب نعلم العلوم المخبريه الطبيه، ميديكال لاب ساينسز، تكنولوجيا الهندسه المدنيه، وتكنولوجيا هندسه الميكاترونيك. شو هن التكنولوجيا الهندسه؟ التكنولوجيا الهندسه هو فعليا اختصاصات بتخلي الطالب يروح على الناحيه البراكتيكال اكثر، الناحيه التطبيقيه اكثر، وبياخذوا شهاده. مثلا نقول هندسه مدني، تكنولوجيا هندسه مدنيه، بياخذوا شهاده اجازه في التكنولوجيا اختصاص هندسه مدنيه. هالشهاده بتاهله كحامل اجازه انه يشتغل بسوق العمل، واذا حب يكفي بعدين طبعا تيفوت الى نقابه المهندسين. الدوله بتلزمنا دراسه 5 سنوات على الاقل. هالطالب معه اجازه بالتكنولوجيا بيقدر يرجع يكفي دراسته في كليات الهندسه، بيعمل مواد عابره بريدجنج كورسز، وبيعمل سنتين في كلية الهندسة وبيتخرج دبلوم مهندس، بفوت عنا وبصير عنده وكأنه دبل ميجر دبلومين تقريباً يعني. شهادتين إجازي بالتكنولوجيا ومن ثم دبلوم مهندس أو ماستر في الهندسة. بناء على الدبلوم مهندس أو ماستر في الهندسة بيستطيع الطالب أنه يلتحق بنقابة المهندسين. الفحوصات الدخول طبعاً انتهت طبعاً لأن احنا وطلعت النتائج. طلعت النتائج وعلى أساسها اليوم الطلاب الجدد عم بيسجلوا. الجامعة بتبلش ب2 أيلول. قد ايه مهمة فحوصات الدخول دكتور؟ كثير مهمة، لأنه الطالب يعني تنقدر نقبله باختصاص معين لازم الطالب أن يقدم علامات المدرسة يلي هي بتلعب دور كثير مهم بالقبول. اللغة يعني في كثير من الطلاب وبالأسف الأهالي كمان بيعتبروا اللغة منا مهمة. نعم. اللغة هي بأهمية الشهادة العلمية اللي عم يعملها أو الشهادة الأدبية اللي عم يعملها الطالب. فإذا عندك علامات المدرسة المرحلة الثانوية، عندك اللغة، وعندك بالاختصاصات العلمية امتحانات الـ SAT Scholastic Aptitude Test. الطالب ما فيقول أنا بدي أعمل الاختصاص اللي بدي إياه. على الطالب أن يقدم طلب بحلو نقي 3 اختصاصات، ونحن حسب العلامات المدرسي وعلاماته في الـ SAT بيتأهل أو ما بيتأهل لاختصاص معين. ونحن كمان نقدر أوقات نوجه الطالب حسب الباك جراوند تبعه في المدرسة وعلامات الامتحانات الدخول. أوقات بنوجه الطالب أنه هالاختصاص يمكن اذا عملته احسن من الاختصاص انت بدك تنقيه. وبالنظام الامريكي للتعليم معروف انه الطالب وقت بفوت بيدرس بالجامعه عنده هالمرونه بعمليه اختيار المواد يلي معقول يتغير له توجهاته بالاختصاص اللي عم يدرسه، وبيعمل فصل باختصاص معين بيلاقي حاله ما عم يعمل منيح مثلا او مش هذا اللي بده اياه، بسهوله بيقدر بالفصل الثاني يختار اختصاص اخر. صحيح، ممكن يغير بكل سهوله وما في عائق. ما في عائق، وكل ما بيبكر باختيار الاختصاص كل ما بيقلل عمليه خسارته للمواد اللي عم يخدها. صحيح صحيح. اللي عاملين اس اي تي كنت عم تقلي عندهم هيك شويه استثناء هلا انه بيقدروا يرجعوا يتسجلوا؟ لا ما فيش مش استثناء، نحن صحيح انه خلصنا عمليه اختيار الطلاب وبلش عمليه التسجيل، ولكن لانه في عندنا بعض الاختصاصات يلي مؤخرا اخذنا اذن من الدوله انه نبلش نعلمها بسوق الغرب.
هالطالب يلي عنده علامات المدرسة وعنده الـ SAT نحن هلا فينا دلنا نستقبل الطلب منه إذا بده يتقدم إلى إنه يلتحق بجامعة البلمان. ما في مشكلة من هلا لواحد أيلول. أي متى بلش دراسة باثنين أيلول. نحن السنة بكرنا السنة الأكاديمية. عطول كنا نبلش بأوائل أكتوبر. التوجه العالمي إنه الجامعات تبلش بأواخر آب أوائل أيلول لعملية بسيطة إنه نسهل عملية انتقال الطلاب والأساتذة والموظفين من وإلى. نعم. عملية الإكتشينج يعني of professors and students. طبعا مثل كل جامعة خاصة ممكن يكون في مساعدات للأشخاص يلي مش كتير عندهم قدرة مالية إنه أو مادية إنه يدفعوا القسط كامل حتى للطلاب الجديد أو بتنطروا ليطلعوا العلامات. كيف تصير الأمور؟ نحن جامعة البلماند بتقدم منح ومساعدات. نعم. لحبلش بقصة المنح. المنح الجامعية عندها في عدة أنواع. النوع الأول من المنح الجامعية هي للطلاب المتفوقين بامتحانات ثانوية العامة اللبنانية. الطلاب اللي هن مصنفين أول خمسة بكل محافظة من التقديم يعني تقديم الدولة امتحانات الثانوية العامة اللبنانية. أول خمسة بكل محافظة بكل فرع يعني علوم عامة علوم الحياة اجتماع واقتصاد أداب وإنسانيات. هل الطلاب منقدم له منح في الجامعة تتراوح من 50% إلى 100%. طبعا في شروط لاستمرارية المنحة. النوع الثاني من شروط هي اكيد العلامات يعني طبعا انه حافظ على معدل 80% وما فوق حسب نسبة المنحة. هون بعد ما اخذنا الملف الشخصي يعني مش هون عم نحكي فقط علامات الثانوية العامة وان يكون من توب 10% بمدرسته. نعم. اثنين عندك الطلاب اللي حلوة هاي توب 10 طبعا. شو رأيك؟ اول 10% بدك الطالب انه يعرف انه انا بدي يكون مميز بمدرستي وبالتالي الجامعة بتميزه عند القبول وبإعطاء المنح. هلا عندنا الطلاب يلي هن بامتحانات السات سكولاستيك ابتيتيود تيست بيجيبوا فوق ال 1750 على 2400 وكمان هن بين اول 10% مش ما تقولي لي توب 10 من اول 10% بالمدرسي الطلاب بيطلع له كمان منح من 50% الى 100%. عندنا كثير من البرامج في الجامعه مدعومه من الجامعه يعني نحن بنحمس الطلاب يلتحقوا بكليه الاداب. نعم. نعطيهم منح 25%. عم تسبق لي سؤالي هلا طبعا بقى انا عم اساعدك يعني بدنا نشوف ايهن الكليات اللي عم بتكون اقل طلب عليهم من قبل الطلاب. يمكن في حاجه بالسوق ولكن الطلاب مش كثير. وتبقى برنامج مدعوم من الجامعه. نعم. هو اللي نشجع الاقبال عليه لانه ما في اقبال يعني الطالب بكليه بدنا نشجعه يفوت على كليه الاداب. اذا ما بتعطيه منح بشكل كبير ما بيجي على الكليه. بقى عندنا كليه الاداب والعلوم الانسانيه كل اختصاصاتها الجامعة بتدعمها ب 25%. عندك التمريض، عندك الصحة العامة وتعزيز الصحة مدعومة من الجامعة. عندك الاختصاصات بكلية عصام فارس للتكنولوجيا تنشجع الناس تروح. ما كنا بدنا نكون حكمة ومهندسين ومحامين، نشجع انه بدنا ناس تكون على الأرض عندها خبرة عملية حاملين إجازة بالتكنولوجيا. هذا البرنامج كمان مدعوم من كل الكلية مدعوم من الجامعة. في عنا مثلا السياحة وإدارة الفنادق مدعوم من الجامعة. العلوم الاقتصادية كمان مدعوم من الجامعة. هلا غير عملية الدعم هي والمنح اللي أشرت له قالوا إنه الطلاب الجدد هاللي فيني أقدموا على مساعدة ولا بدو ينطروا سنة أو فصل. هون بحب أنا نوه إنه الطالب الجديد المقبول في جامعة البلماند كطالب نظامي يعني منه بحاجة إلى تقوية باللغة صح. هذا الطالب من أول فصل بيحل يقدم طلب مساعدة وأن يتساعد بالجامعة. هالمساعدة هي منحة هي هبة وليست قرض إنه على الطالب إنه يرده بس يتخرج. يعني بس بينقص القسط وخلص. بينقص من القسط 10-15-20% 25. نعم. وبيدفع الطالب الباقي. ابتداء من الفصل الثاني بالإضافة لعملية ال الفاينانشال ايد يعني المساعدة المالية الطالب بيحل يشتغل بالجامعة. ولكن كمان بده يكون عنده معدل 70% انه يكون طالب قادر يكون يهتم بدروسه وموازات بيقدر يشتغل بالجامعه وكمان بيطلع له حسم على قسطه الجامعه. دكتور هل في اختصاصات مهدده بالانقراض؟ يعني ذكرت كليه الاداب يلي دائما هيك في نقص خطر عليها بكل الجامعات. هل في كليه ثانيه كمان مهدده؟ ما أقول كلية أنا إذا بذكر بعض الاختصاصات يلي فعلياً من الصعب إنه نقدر يتسجلوا هذا بكل الجامعات بلبنان وبالعالم. نعم. إذا بحكي مثلاً باللغة العربية وأدابها نوصل إنه نعطي تقريباً 75% دعم وكمان ما بيصير في إقبال. التاريخ الجغرافيا علم النفس الفلسفة
وللاسف يعني التوجه العالمي هلا بالهلا جلوباليزيشن هيدي العالمي، الناس كلها بزنس مع العلم انه يعني هون هيك للتنويه انه السوق بحاجه طبعا، السوق والجامعات بحاجه، ما فيني اطلع مهندس بدون ما يتعلم فلسفي، ما فيني اطلع حكيم بدون ما يتعلم لغه، بقى نحن بحاجه انه ندعم هالبرامج هيدي ونضلنا ندعمها حتى لو سنه سنتين ما اجى الطلاب الا ما، ونحن رح ندعمها معكم بفقراتنا المخصصه للتربيه دكتور، اكيد رح نحكي عن هالمواضيع بي ام تي في الايف ونجرب هيك نضوي على النواقص او يعني الاشياء اللي ما عم يقدروا يكونوا واعيين 100% عليها. صحيح الطلاب صحيح، بتمنى هالتعاون يضل مستمر بين الجامعه ووسائل الاعلام وخصوصا الام تي في لحتى نوصل هالمسج الى الطالب والى اهل الطالب، لانه اوقات الطالب بيختار الاختصاص لانه اهله بدهم هيك، بقى بنتمنى هالتعاون يستمر وهالتوجيه يكون توجيه، والتوجيه كثير مهم، نحن نقوم بعمليه توجيه بالمدارس، بنزور المدارس في لبنان وخارج لبنان، وهون بحب شيء بما انه ذكرت كلمه خارج لبنان انه جامعه البلمان من المشاريع المستقبليه هو جامعه البلمان في دبي، نعم، وان شاء الله بتكون بكل العالم بكل العالم ان شاء الله، نحن بنجيب طلاب من كل العالم، بس هذا ان شاء الله بايلول 2016 حيكون في جامعة البلمان. اهلا وسهلا فيك دكتور وليد مبيض، وشكرا لهالتوضيحات اللي اعطيتنا اياها اليوم. حضرتك عميد القبول والتسجيل بجامعه البلمان يلي بلشوا لجنه المساعدات والمنح الجامعيه كمان، صحيح، وابتدى اكيد التسجيل اليوم لكل يلي بيهموا الامر. بدي ادعيك وادعي المشاهدين انه نستعرض سوا شو المشاريع اللي موجوده حاليا بلبنان من مهرجانات وغيرها، بنبدا بمهرجانات غسطة 2015 ب 28 و 30 اب على الساعة 7:30، 28 اب سلطان الطرب جورج وسوف و 30 اب ما في مثله. بيت الدين ارت فيستيفال مكمل ل 8 ايلول من 8 المساء ل 11 المساء ببيت الدين، ب 5 اب مرسال خليفة وطبعا يلي مرقوا وكاظم الساهر. ليالي السوق العتيق 25 ل 30 اب من 7 المساء ل 12 بالليل، وبعين الدلب ميوزك فيستيفال 27 اب ل 29 اب، عين الدلب بتقدم هالميوزك فيستيفال 27 اب امال تومب، 28 اب اليا فرانسيس، 29 اب دوري كساب ولاتن دانس شو. هيدي كانت المشاريع اللي موجوده حاليا بلبنان، ونحن دائما بنضل معكم على ابديتد بكل شيء عم بيصير. رح ناخذ بريك قصير ومن بعدها بنروح لفاميلي.